مصلحة الهجرة تحسم الجدل، ترحيل العراقيين مستمر. الحكومة تتشدد في دعم الجمعيات الدينية. أكشن. شاكو ماكو عمبراكو. اوكي. ماك كالدو، عيش جوك. الحداثة، السام أبلر. نشرة أخبار السادسة تماماً تصحبكم بها ريم لحدو، أهلاً بكم. مصلحة الهجرة تعلن أن عمليات ترحيل العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم من السويد مستمرة. المصلحة قالت للكومبيس إنه لا يوجد أي تغيير في عمليات الترحيل، وكانت أنباء أثيرت عن توقف الترحيل القسري للعراقيين بعد ترحيل عدد منهم على متن طائرات واستقبالهم في بغداد. وقال المحامي مجيد الناشي في وقت سابق إن ملاحقة المرفوضة طلبات لجوئهم لم تعد بنفس الشدة التي كانت عليها في الفترة الماضية، وجرى إطلاق عدد من كانوا في الحجز. في حين ردت مصلحة الهجرة على سؤال الكومبيس ليقول إن العمل على تنفيذ عمليات الترحيل مستمر دون أي تغيير. وكانت الكومبيس نشرت شكوى عدد من العراقيين المحتجزين في مركز مولندال من ظروف سيئة داخل الحجز، وقال المحتجزون إن أحدهم حاول الانتحار قبل بضعة أسابيع، في حين قالت مصلحة الهجرة إنه لم تكن هناك محاولات انتحار، بل حادثة جرت قبل بضعة أسابيع عندما تصرف أحد المحتجزين بعنف. وفي حجز لينغبي هيد شكى المحتجزون من رداءة الطعام في شهر رمضان، في حين قالت مصلحة الهجرة إنها واجهت بالفعل بعض المشاكل مع مورد الطعام السابق، وعقدت اتفاقية جديدة مع مورد جديد سيتولى عمله بداية أبريل المقبل. مشروع قانون متشدد ضد الجمعيات الدينية تقدمت به الحكومة مع حزب ديمقراطي السويد SD. المشروع يشدد متطلبات حصول الجمعية الدينية على الدعم ويقطع الأموال عن الجمعيات ذات الصلة بأنشطة متطرفة أو مناهضة للديمقراطية. وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشميد قال إن الحكومة سحبت مشروع القانون الذي قدمته الحكومة السابقة ووسعته ليكون أكثر شمولاً وتشدداً، ولفت إلى أن الاقتراح الجديد يوقف الدعم عن الجمعيات الدينية التي تشارك في أنشطة مناهضة للديمقراطية أو لديها صلات بتطرف مختلف أنواعه أو تدعم العنف والتضليل والتهديد والإكراه. المشروع يسمح أيضاً بقطع الدعم عن الجمعيات التي تسمح لمتطرفين باستخدام مراكز تابعة لها. وتحدث الوزير أيضاً عن إمكانية قطع الدعم عن الجمعيات الدينية التي تدعو إلى إقامة نظام قضائي موازن أو تحرض ضد الإرادة الحرة أو تدعو أشخاصاً لديهم آراء متطرفة. وقال إن الحكومة تتوقع أن تستخدم البلديات والمحافظات المبادئ نفسها لمواجهة الأنشطة المتطرفة. حزب المحافظين الحاكم يتخطى حليفه SD للمرة الأولى منذ أشهر طويلة ليعود الحزب الأكبر في القاعدة التي تشكل الحكومة. استطلاع جديد أجراه مركز إيبسوس لصالح داغنس نهيتر أظهر ارتفاع شعبية الحزب المحافظين وتراجع نسبة التشاؤم بين السويديين حيال تطور الأوضاع في بلادهم. الحزب الحاكم حصل على دعم 20% من الناخبين، وهو أعلى مستوى يصله الحزب منذ عام. في المقابل تراجع دعم SD إلى 19% في مارس، وهي النسبة الأدنى منذ 7 أشهر. شعبية حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض ارتفعت إلى 36% في مارس بعد تراجعها خلال الأشهر السابقة، كما ارتفعت شعبية حزب اليسار. ورغم أرقام المحافظين الإيجابية، ازداد الفارق بين كتلة أحزاب اليمين التي سجلت 46% وأحزاب المعارضة التي حصلت على دعم 53% من المستطلعين. نسبة غير الراضين عن أداء الحكومة انخفضت من 53% في نوفمبر إلى 42% في مارس، كما تراجع تشاؤم السويديين حيال تطور الأوضاع في بلادهم من أعلى مستوى عند 73% في أكتوبر إلى 54% حالياً. البنك المركزي السويدي يقرر ترك سعر الفائدة عند مستواه الحالي 4%، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق والخبراء الاقتصاديين، غير أن البنك توقع خفض سعر الفائدة 3 مرات في العام الحالي.
المركزي قال في بيان إن التضخم على وشك الاستقرار عند المستوى المستهدف، لكن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة إلى حد ما، ولذلك قرر المجلس التنفيذي ترك سعر الفائدة الرئيسي حالياً دون تغيير، ومن المحتمل خفض السعر في مايو أو يونيو إذا استمرت توقعات التضخم في كونها مواتية. كما خفض البنك توقعاته عن التضخم بشكل كبير، وتوقع أن يبلغ المعدل في مؤشر أسعار المستهلك هذا العام 3.5% في المتوسط، وأن ينخفض إلى 1.5% العام المقبل، وهو أقل من التوقعات السابقة. ويهدف البنك المركزي للوصول بمعدل تضخم إلى 2%، وهو ما دفعه إلى رفع الفائدة 8 مرات متتالية لإبطاء الاستهلاك. الميليشوي السابق سلوان موميكا يتوقف عن حرق المصحف ويغادر السويد ليقدم طلب لجوء في النرويج. موميكا قال إنه استقل اليوم شاحنة متجهة إلى النرويج ليغادر السويد إلى الأبد، متهماً السويد بأنها لا تقبل إلا الإرهابيين الذين يمنحون اللجوء والحماية، بينما يتم ترحيل الفلاسفة والمفكرين. واعتبر موميكا أن السويد عرضته للاضطهاد بعدما أغلقت حساباته المصرفية وسحبت إقامته وصادرت منزله، وهدد بأنه قد يعود إلى حرق المصحف من جديد في حال طلبت السويد من النرويج إعادته إلى أراضيها طبقاً لاتفاقية دبلن. وقال موميكا إن معركته ليست موجهة ضد المسلمين بل ضد الإسلام كدين، مؤكداً أنه قرر أن يوقف حرق المصحف عندما اكتشف أن الأحزاب اليمينية كانت تستهدف اللاجئين المسلمين. وعن إمكانية قيامه بحرق المصحف في النرويج قال موميكا إنه سيحترم قوانين البلاد وما تقرره، ولن يحرق المصحف إذا قالوا إن ذلك يضر بالبلاد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار الكومبيس. دمتم بخير. أكشن شاكو ماكو عمبراكو. أوكي. ماك كالدو، عيش جوك. الحداثة السيموبلر.